الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد وصل بنا المقام إلى تفسير قصار السور عند تفسير سورة القارعة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه الآية أيها الكرام أو السورة هذه من السور المكية، وطبيعة السور المكية تعتمد على ذكر الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب، ذكر الجنة والنار، وذكر البعث، لأن السور المكية كانت موجهة في بداية البعثة لقوم مشركين، فلذلك كانت تتكلم عن هذه الأمور العقدية. أما السور المدنية فأكثرها كانت تتكلم عن الشرائع، عن أحكام الصلاة، عن أحكام الزكاة، عن العبادات. أما السور المكية فتتكلم كثيرا عن العقائد، عن اليوم الآخر، لأن قضية اليوم الآخر كانت من الأصول الكبيرة التي ينكرها المشركون. فهذه السور أتت هذه السور لإثبات البعث واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى: القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ وهذا أسلوب عربي فصيح في تعظيم الأمر. العرب إذا أرادوا أن يعظموا شيئا يذكرونه بهذا الأسلوب، يذكره، يقول: الأمر الفلاني، وما أدراك ما الأمر الفلاني، من أجل أن تعلم أنه يتكلم عن أمر عظيم. هنا ربنا يقول: القارعة، ما القارعة؟ يعني الآن أنا سأتكلم لكم عن القارعة، وهذه مسألة عظيمة جدا. ثم قال: وما أدراك ما القارعة. خذوا هذه الفائدة في القرآن الكريم، إذا أتى في القرآن وما أدراك، فإن الله سيذكر الجواب بعده مباشرة. وإذا قال ربنا وما يدريك، فإنه لا يذكر الجواب. الآن مثلا هنا القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ الجواب ما هو؟ يوم يكون الناس كالفراش، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إذن هذا هو الجواب. بعد كلمة وما أدراك ربنا يجيب. أما إذا قال ربنا وما يدريك، فإن الجواب لا يذكر، وإنما يكون أمرا غيبيا عند الله. مثال: قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. قضية التزكية إلى الله، أنت لا تعلم أن هذا الإنسان مؤمن أو منافق أو مشرك، هذا كله إلى الله. فإذا قال في القرآن وما يدريك، اعلم أن الله لم يجب عن هذا. أما إذا قال وما أدراك، فإن الجواب سيأتي. الآن ربنا قال: القارعة، ما القارعة؟ هذا اسم من أسماء يوم القيامة، والقيامة لها أسماء كثيرة، وكل اسم له معنى عظيم. الحاقة، الصاخة، الطامة، كلها من أسماء يوم القيامة.
لماذا سمي يوم القيامة بالقارعة؟ قال العلماء: لأنها تقرع القلوب قرعا، ويخاف الناس فيه خوفا شديدا. ولذلك عندما قال ربنا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، من شدة هول هذا اليوم الناس تخرج من قبورها كالفراش المنتشر المبثوث الذي لا يعرف أوله من آخره ولا إلى أين يتجه، ثم بعد ذلك يخرجون كأنهم جراد منتشر، أي بترتيب أول ما يخرج يخرج الناس بانتشار غير معروف، ثم بعد ذلك يرتبون كأنهم جراد منتشر. قال: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وأنتم تعرفون الفراش ينتشر في ليس له مكان معين، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال الله سبحانه وتعالى: كانت الجبال كثيبا مهيلا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هذه المخلوقات العظيمة يوم القيامة كأنها كالعهن المنفوش من شدة هول هذا اليوم، نسأل الله السلامة والعافية. إذا جاء هذا اليوم ما حال الناس فيه؟ ذكر الله أن الناس لهم حالان: فأما من ثقلت موازينه، وأما من خفت موازينه. هذا هو حال الناس يوم القيامة: إما أنك عملت الصالحات وأكرمك الله بطاعته في الدنيا، فإن موازينك عند الله ستكون ثقيلة فتعيش عيشة راضية. وإما أن يكون البعيد لم يعمل الصالحات ولم يتقرب إلى الله بالطاعات فخفت موازينه عند الله. قال الله سبحانه وتعالى: فأمه هاوية. ما معنى فأمه هاوية؟ يا أخوة، هذا القرآن نزل بكلام العرب، يعني لو أتى الآن إنسان يظن أن القواعد العربية مثل قواعد الرياضيات 1+1=2 سيفهم القرآن خطأ. لما يأتي عند قوله تعالى فأمه هاوية يقول: إذن المعنى أن أم هذا الرجل اللي هي والدته في النار. لا لا لا، القرآن ليس هكذا، هذا أسلوب من أساليب العرب. عندما يقال لفلان أمه هاوية أي أنه هلك هو، لا علاقة له بأمه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ويل أمه، لا علاقة له بالأم، لكنه أسلوب من أساليب العرب أن هذا قد هلك هلاكا عظيما. فأمه هاوية أي هو الهاوي. وقال بعض المفسرين فأمه هاوية أن الأم في لغة العرب يطلق على الرأس والجبهة، لأن الجبهة أشرف مكان في الإنسان، فإذا هوى إلى النار بها فهذا يعني أنه قد هلك هلاكا عظيما. ثم قال الله فأمه هاوية وما أدراك ما هي. طيب السؤال الآن، الله قال وما أدراك ما هي، هل سيجيبنا ربنا أو سيترك الجواب؟ سيجيب، لأنه قد أخذنا القاعدة وما أدراك سيذكر الجواب، وما يدريك لا يذكر الجواب. وما أدراك ما هي؟ نار حامية، أي أنه سيقع في هاوية هي النار الحامية، نسأل الله السلامة والعافية. هذه السور يا إخوة عظيمة، تعظم مسألة اليوم الآخر والإيمان بالبعث، تعظم لقاءنا مع الله. هل أعددنا أنفسنا لهذا اليوم؟ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن ثقلت موازينهم في ذلك اليوم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. السلام.